واصل الجزائريون الخروج في مسيرات للجمعة 26 من الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 من فبراير الماضي للمطالبة برحيل رموز النظام السابق وإحداث التغيير المنشود. ورفع المتظاهرون شعارات عديدة تنادي بالإسراع في حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، كما أكدت على رفض الحوار الذي تقوده هيئة الوساطة واستبدالها بشخصيات تحظى بتوافق شعبي. كما شهدت مداخل العاصمة الشرقية والغربية تدقيقاً في التفتيش الأمني، وذلك في الحواجز الأمنية لمراقبة الوافدين إلى العاصمة من المناطق المجاورة. معنا هاتفياً من الجزائر الزميل رفيق بخوش مراسل أم بي سي هناك. رفيق، هل من جديد حيث أنت، وما هي السيناريوهات المحتملة في البلاد خاصة وأن الحراك استمر 6 أشهر؟ مساء الخير حمود. يمكن القول أن الحراك ما زال على حالة. المطلب الأساسي الذي نادى به اليوم المتظاهرون في جميع المحافظات الجزائرية هو المطالبة برفض لجنة الحوار. يعتبرون وجودها محاولة من السلطة للقبض على مطالب الحراك الشعبي، ويرفضون تماما رئيسها كريم يونس ويتهمونه بالولاء للسلطة. هناك أزمة ثقة، يعني غياب ثقة هو المبرر النسبي لرفض الشعب للجنة الحوار، لأن الشعب لا زال لا يثق في كل ما يأتي من السلطة. هناك انسداد تام بالمقابل في عمل هذه اللجنة، نشهد انسحاب من جهة لأعضائها وانضمام لشخصيات جديدة. هناك نوع من الأزمة تتخبط في هذه اللجنة التي لم تتوصل لحد الآن لصياغة وثيقة حوار وطني يمكن من خلالها تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية. الشعب لا زال أيضا ينادي بضرورة تنحي رموز سلطة النظام السابق نظام بوتفليقة. هناك يعني انسداد تام، يعني الجزائريون لا زالوا ينادون بضرورة تكريس سلطة الشعب وضرورة قيام جمهورية ديمقراطية حديثة لا سطوة فيها على سلطة الشعب. هناك الكثير من السيناريوهات المحتملة. هو السيناريو الأول هو انسحاب أو استقالة أعضاء لجنة الحوار. يمكن جدا أن يستقيل أعضاء لجنة الحوار يعني في غضون أيام المقبلة، لأن أغلب أعضائها يعني غير متوافقون من جهة ما بينهم، ولم تستطع هذه اللجنة لحد الآن أن تقنع أحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر، المنظمات الوازنة والشخصيات السياسية والحقوقية الوازنة من الانخراط فيها لوضع خارطة الطريقة. اللجنة هذه لازالت في حد ذاتها تطالب بضرورة إطلاق سجناء الحراك الشعبي وفك الخناق على مداخل العاصمة للسماح للمواطنين بالنزول إلى الشارع في كل يوم جمعة، لكن هذا المطلب لم يلبى لهذه اللجنة. هناك مراقبون يرون أن هذه اللجنة ليست لها أي مصداقية ولا تتمتع بأي يعني قيمة أو يعني السلطة يعني يمكن أن تستجيب لمطالب الحراك الشعبي. هناك فجوة عميقة بين لجنة الحوار الوطني والشعب، خصوصا أن رئيسها كريم يونس كان رئيس البرلمان السابق في الجزائر وظل شخصية محسوبة على نظام بوتفليقة السابق. لحد الآن لا هناك ضبابية في المشهد الجزائري، ولا زال الجزائريين يخرجون كل يوم جمعة دون أن يتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر. لضيق الوقت نتمنى أن يكون هناك يعني نقطة وصول ونقطة اتصال بل تقاطع إيجابي واضح. كل الشكر للزميل رفيق بخوش مراسل MBC في الجزائر.